عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر. النذر عبادة، وبما أنه عبادة يجب أن تكون لمن؟ لله وحده، ومن صرف لغير الله فقد أشرك بالله. فالعبادة حق الله عز وجل، ولا يجوز أن يشارك الله عز وجل في شيء من حقه أبدا. ما معنى النذر؟ النذر هو أن يلزم نفسه بعبادة لن يلزم بها في أصل الشرع. يعني الصلوات الخمس أمرنا الله بها، إذن قيامك بالصلاة الخمس ليست نذر، لأن أصلا مأمور بها شرعا. صيام رمضان ليس نذرا، لأنك أصلا مأمور أن تصوم رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الحج ليس نذرا، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن لو أن الشخص ما هو فرض على نفسه عبادة، كان يقول نذرا لله لا أتصدقن بشات على الفقراء، هو الذي ألزم نفسه. فإذا ألزم نفسه بطاعة من الطاعات وجب عليه أن يفي بالنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فليطعه فعل أمر ولا مضارع؟ فليطعه. بس الناور يقول لا، فليطعه فعل أمر ولا مضارع؟ فعل مضارع. ها، لكن هذه اللام لام الأمر دخلت على الفعل المضارع، أعطتها معنى الأمر. ولا يطيع، ها، فعل مضارع صح. عند الجزم يقال إيش؟ فليطعه مجزوم بلام الأمر وعلام جزمه السكون، فليطعه. واضح؟ إذن هو المعنى أمر لكن الفعل مضارع، والذي أعطاه معنى الأمر هو دخول لام الأمر عليه. انتبه يا أبا عوض، خلاص. إذن من نذر يطيع الله فليطعه، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. الأمر يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف، هذا الأصل في الأوامر. وقد أمرنا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو يقول عليه الصلاة والسلام: من نذر يطيع الله فليطعه. لكن هل يستحب أن تنذر أصلا؟ لا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته نذر، بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر، وقال أنه لا يأتي بالخير. وهذا فعلا حقيقة، كثير من الناس ينذر يظن أن النذر يأتي بالخير. كان يريد وظيفة فلانية، يا رب يقبلوني، نذر علي إذا قبلوني أعمل كذا كذا. كانت امرأة تريد زوجا لابنتها، يا رب إن جاء خاطب حق ابنتي إذا توفقت نذرا، يا رب نذرا لله ها أتصدق كذا إذا حملت بنتي إذا. وهذا أكثر عند النساء أكثر من الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يظن إذا نذر يأتي الشفاء بسرعة، يأتي الخاطب بسرعة، يأتي النجاح بسرعة. قال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل. أصلا واحد ما يتصدق وإلا به ينذر على نفسه، ما يذبح ذبيحة لوجه الله تعالى صدقة إلا يروح ينذر لنفسه على نفسه. لكن مع ذلك لو نذر طاعة لله عز وجل، صدقة، حج، عمرة، صلاة، صيام، وجب عليه أن يفي بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه. واضح؟ كم مرة ذكر الله النذر في كتابه؟ قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ثلاث مرات ذكر الوفاء بالنذر، مرتين يوفون بالنذر وخاون يوما كان شر مستطيرا، ثم لقضوا تفاثرهم وليوفوا نذورهم. هذا وفاء بالنذر. ومعنى الوفاء بالنذر هو إيش؟ هو إنجازه كما نذر الإنسان ويفعله كما ألزم نفسه بذلك. لكن في قوله ما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذرا ليس هنا في ذكر الوفاء بالنذر، وإنما يقول إذا من فعل فإن الله يعلم. طيب لو أن نذرا طاعة لله عز وجل ثم عجز عن الوفاء بالنذر، كم بعض الناس يستعجل، نذر عليه أذبح 100 ذبيحة ما يعجز عن ذلك، أو نذر عليه أنا حجة ماشية من بلده وبلده بعيد. فحينئذ إن عجز عن الوفاء بالنذر لازم هو إيش؟ كفارة يمين. لماذا؟ قال: لأن النذر
هو إلزام النفس، مثل الذي يحلف على نفسه لا يفعل، لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا وكذا، فإن لم يفعل فعليه كفارة نذير. فالنذر من حيث المعنى هو بمعنى اليمين، ولذلك أهل العلم ماذا يفعلون؟ يجمعون باب النذر واليمين في باب واحد في الفقه والكتب الحديث، يقول إيش؟ كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، الأيمان غير الإيمان، كتاب الإيمان تؤمن بالله ملائكته وكتب، هذا إيمان. الأيمان يعني القسم وأحكامه، والنذور. فإذا هنا الآن عرفنا أن إذا نذر أن يطيع الله واجب عليه أن يفي من نذر يطيع الله، فإن عجز لزمته كفارة يمين، وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم. طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، كسوة أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فالصيام 3 أيام، والأفضل تكون متتالية. إذن يطعم 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة، إذا ما وجد يصوم بالترتيب، إذا ما وجد هو مخير من هالثلاث، إما طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمه لكم، يعني طعام الوسط، ما هو طعام المناسبات الكبيرة، ولا هو طعام يعني اللي مشي حالك، ها واحد افتح الثلاجة أكل أي شيء، لا، طعام متوسط أكل، طعام متوسط من مستوى أكلك أنت، أو كسوة لعشر مساكين، كسوة يرتديها تستره ويقدر يصلي فيها، أو تحيي رقبة، عتق رقبة. إذا ما وجد مخير من الثلاث، إذا ما وجد يصوم 3 أيام، هذا إذا نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء. واضح؟ طيب، تكملة الحديث قال: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. من نذر أن يعصي الله يعني لا يجوز أن يعصي، لأن أصلا المعصية قد نهينا عنها. والمعصية تشمل ماذا وماذا؟ من يعرف؟ ترك المأمور وفعل المحظور. لو قال نذر علي أني ما أصلي صلاة جماعة، هذه معصية، لأن صلاة جماعة أمرنا بها. أو نذر علي ألا أصوم رمضان مع قدرتي على الصيام، هذا إيش؟ معصية. كما لو قال نذرا عليه أن يأتي مثلا بفرقة موسيقية أو رقص أو خمور أو يتصدق بخنزير، هذه، أو أن ينذر ماذا؟ فيما لا يملك. يقول نذرا علي أني أنحر ناقة فلان. ناقة فلان كيف تنحرها؟ ما هي ملكك. ناس تطلع أشياء عجيبة. فلا يجوز الإنسان أن ينذر أن يفي بنذر معصية، نذر أن يعصي الله بها، ولا أن ينذر فيما لا يملك من ملك الآخرين، لأنه في اعتداء. واضح؟ طيب، وإذا نذر معصية وأجب عليه عدم الوفاء، الحديث واضح، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وهل عليه كفارة أو لا؟ فيها قولان. بعض العلم يقول لا كفارة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولم يقل إيش؟ وعليه كفارة أو ليكفر عن نذره، ما قال. وكان هنا المناسبة أن يقول مثلا. وبعضهم قال لا، لأن النذر نوع من إيش؟ قريب من معنى القسم اليمين، فلذلك لازم عليه إن نذر معصية أمران. الأمر الأول أن لا يعصي الله عز وجل كما نذر، لأنه معصي لله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر المعصية. الأمر الثاني عليه كفارة يمين، وهذا أحوط. الأحوط من نذر معصية واجب عليه أن لا يفي بنذره ويعصي الله، ثانيا واجب عليه أن يدفع كفارة يمين على نحو ما ذكرنا. طيب، لو نذر لغير الله، قال نذرا لفلان من الأولياء والصالحين، هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه مسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من نذر لغير الله. وكونه ملعون لا ينافي كونه قد اشرك، لان بعض الناس يشغل يقول: ها منين اتيتم من النذر لغير الله الشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من نذر لغير الله، ما قال من نذر لغير الله فقد اشرك. والجواب: النذر عباده، فمن صرف لغير الله فقد أشرك.
ليس بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كل عبادة أن من صلى لغير الله فقد أشرك. فإذا لا تجد في الكتاب والسنة من صلى لغير الله فقد أشرك، من صام لغير الله فقد أشرك، من حج لغير الله فقد أشرك، ليس بالضرورة كل عبادة من عبادات يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام من فعلها لغير الله فقد أشرك، وإنما جاء بأن العبادة إذا صرفت لغير الله فهذا الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني نظيرا في الصفات في الأسماء في الحقوق. فالعبادة حق الله عز وجل، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت والله رسول الله قال حق الله على العباد أن يعبدوه، هذا حق الله عبادته. فالذي يصرف حق الله لغير الله أشرك، وإذا قال جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا ظلم عظيم؟ لأنه صرف الحق الذي هو لله لغير الله، ومن صرف الحق لغير صاحبه فقد ظلم. كالقاضي أو الحاكم يحكم بين اثنين قطعة أرض هي لفلان قضى بها لفلان، هذا إيش؟ ظلم، أعطى الحق لغير صاحبه. طيب العبادة صاحبها من؟ ها من؟ أهل لها، الله عز وجل حقه، فمن صرفها لغير الله فقد ظلم، والشرك ظلم، ظلم عظيم. إذن من نذر غير لعن الله من نذر غير الله، ونقول ومن نذر غير الله صرف العبادة غير الله، إذن ماذا هو؟ شرك أكبر. طيب إذا نذر لغير الله، النذر لغير الله هل ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وأصغر، ولا كله أصغر، ولا كله أكبر، ولا ماذا يقول أخ أحمد؟ في منه أصغر منه أكبر. أما الأكبر عرفنا، كان يقول قال نذر للحسين، نذر للزهراء، نذر للمسيح، نذر، ها هذا عبد غير الله شرك أكبر. طيب كيف يكون النذر الشرك أصغر؟ أنا عن نفسي ما مر علي شرك أصغر، نذر شرك أصغر، ما أدري تفيدنا يا أخ أحمد، ولا حسبها كل شيء ينقسم أصغر وأكبر؟ ها إذا النذر والذبح نحو هالعباد ما لها إيش، ما فيها ماذا؟ أصغر وأكبر، واضح؟ من نذر لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، واضح؟ خلاص يا أحمد وصلت؟ إذا النذر يجب أن يكون لله عز وجل، ومن نذر طاع وجب عليه أن يفي، فإن عجز فعليه كفارة يمين، ولا يجوز النذر معصية الله لترك واجب أو فعلي محظور، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وعليه كفارة يمين، ومن نذر لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، ولا ينقسم إلى الشرك الأكبر وأصغر، وإنما هو شرك أكبر. حلوة خلاصة على النذر، فهمتوها؟ طيب مو تروح تنذر يا أبا عوض، أي ما لها داعي، تبي تطيع الله أطيع الله من غير، تصدق من غير نذر، يمكن تعجز، حتى يقال أن أكثر من ينذر يندم ليتني ما نذرت، ها يحس أنه صار عليه واجب وكذا، ما ولا ذبح الذبيحة ولا عشى ولا صام، ارتاح لك دين وضع على نفسه، لماذا؟ خلاص طيع الله عز وجل من غير أن تنذر. ولكن لا، ولكن مع ذلك يعني النذر هذا لو نذرت لا تجعله مجازات كأنك تجازى الله عليه، إن فعلت لي فعلت لك، هذا تشتد فيه الكراهة. كيف؟ ربي إن شفيت مريضي تصدقت بصلاة، إن نجح أولادي ذبحت ذبيحة، إن كان يشتد على الله، أما تشفي مريض إن شفيت مريضي ها تصدقت، إن شفيت مريضي شكرتك بكذا وكذا، هذا غلط، هذا اشتد فيه النهي، لماذا؟ كأنه يجازي ربه أو يشتطع ربه، سأفعل هالعبادة لكن ها تشفي مريضي، هذا قد يكون هو داخل الدخول الأولي في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، واضح؟ طيب